إذن أنا وزميلي وزير الشباب والرياضة أعطينا إشارة الانطلاق اليوم لأول بطولة وطنية في الرياضة الجامعية تنفيذا وتجسيدا لمخرجات وكذلك تجسيدا لالتزامي رئيس الجمهورية 41 و47 الذي من خلالهما نسعى إلى أن تكون الرياضة الجامعية شعلة تشعل في أو تضوي في مختلف المنافسات الدولية من أجل أن تكون الرياضة الجامعية رياضة أو ظاهرة سوسيولوجية وكذلك تكون الجامعة اجتماعية من خلال تنظيم هذه المنافسات المختلفة. إذن اليوم أعطينا صفارة الانطلاق لأول بطولة وطنية في الرياضة الجامعية من أجل أن تكون هذه الرياضة قاطرة مثلما تكون الجامعة قاطرة للابتكار وخلق الثروة، فلتكن كذلك خلق الثروة في مجال المنافسة الرياضية. تكون يعني هذه انطلاقة إن شاء الله انطلاقة جديدة للرياضة الجامعية الجزائرية، واليوم نشاهد أول بطولة وطنية في عدة اختصاصات، إن شاء الله راح تكون يعني تنفيذا لمخرجات المجلس الوزاري الأخير، وإن كانت تعليمات يعني من سيد رئيس الجمهورية أنه يعني تعاود الرياضة الجامعية تعاود تلقى المستوى اللي كانت فيه، ونظن يعني بمثل هكذا منافسات يعني خاصة البطولة في كل الرياضات الجامعية، إن شاء الله تعاود يعني الرياضة الجامعية تعاود تلحق المستوى اللي لحقته، وحنا ما يخفناش أنه عدة رياضيين توجوا في البطولة العالمية الجامعية الأخيرة. إن شاء الله هذه إعادة انطلاقة بتكاتف الجهود بين الوزارتين، والحظ موفق لكل رياضيين أينما كان. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.